لقاء شباب الوزة اتحاد العاصمة تلعب عنده يومين ولا ثلاث ايام في ملعب 5 جويلية. ها شفت اللقاء؟ اعطيني لي كومونتير على اللقاء هذا. سن... بالله اللي تصوتني انا لا لا انا نحكي لك نحكي لك على البطوله. لا ما فهمتنيش. هو ناصر قال ناصر سالك سؤال اللي حب يساله لك. ناصر البطوله الجزائريه لازم تفهم السؤال. توقفت عندها مده. لا كابتن ما لا نزيدوش نمشيو ندخلوا ستاد نونطريني ونخدموا ما نلعبوش. راه كي تسمع تكذب على روحك تكذب على روحك. تسمع ناصر هكذا ما انا نحبسو نقعدوا في الدار نرقدوا. انا حبسيت فيصل. اه دينا على البليس يا راجل. اسمع ومن بعد وشنو؟ ومن بعد وشنو؟ اليوسما تدي كوب دافريك ما لا ما خلاص ما لعبوش فوتبول. ومن بعد سطيف دات تشامبيونز ليغ ما لعبوش فوتبول. جي اس كا يا دو زون فيناليست دو لاكا ما لا ما لعبوش. واش حبيتوا تما حبيتوا تقتلوا هذه البطوله درع؟ انا على البليس. لا ناصر حاب يقول لك باللي البطوله كانت متوقفه بعض يعني مستوى البطوله في الوقت الحالي لا يرتقي لمستوى بطولات الانديه الدوريات العربيه الاخرى. كابتن شوف الاتحاد العاصمه بشبان صغار عدوا كوب لاكاف يا كابتن. انا على البليس. واش حبيت تدي كاس العالم يا كابتن؟ على البليس. حبيتوا تقتلوا هذه البطوله كاع قتلوها وتفنوها والسلام عليكم. فيصل لا كابتن عندنا بطوله راك عايش في الخيال. فيصل راك عايش في الخيال. انتم حبيتوا تقتلوا البطوله شوفوا تاع جوج. لا ما نلعبوش فوتبول ونقلوا غير كيما صرا تلعب احنا ما نلعبوش احنا ما نلعبوش الفوتبول ما نلعبوش احنا بالنيفو تاع تلعب لاكا. كيفاش داو وعلاش كيفاش داو اليوسما بالنيفو؟ فهمني كيفاش داو اليوسما لاكا. لا قلت لك لاكا كوب دافريك. خلينيش نهضر فيصل. لا فيصل ما تخلينيش. فيصل نغلق هذا الموضوع. ها شوفي با داكور معاك. اسمع المستوى تاع لاكان ما تقدرش تلعبوا بالمستوى تاع البطوله تاع الجزائر. هذا واش نقول لك؟ هذا راي ناصر بويش الذي قال ان البطوله الجزائريه لم ترتقي لمستوى البطولات الاخرى العربيه الاخرى. وان الشيخ فيصل بن طلعه الذي نحترمه ايضا رايه قال ان البطوله الجزائريه تفضل ناصر بالنسبه للانديه المحليه افريقيا ما عندهم حتى مستوى. والله العظيم احسن نحبسوا البطوله. خلي المنتخب نديروا والله العظيم على حسابك نحبسوا الشامبيون. ما نحبسوش. لا ما نحبسوش. نديروا لك راي فيصل. ما ديرنيش راي والله غير ناس. شوف نحبك على بالي نحبك ناصر. نديروا لك برايك نحبسوا ونروحوا للدار نرقدوا. فيصل انا ناصر. فيصل تتحدث على الاتحاد فاز بكاس الكاف وتحدث على الوفاق فاز بالتشامبيونز ليغ. حدثني على الاهلي يا فيصل. لا تستحي. حدثني على الاهلي. والله غنحكي لك كابتن. تحب نهضر؟ حدثني على الاهلي. ايزولي مويا كابتن. ها ايزولي مويا. هذا في التحليل. والله يا كابتن هذا في التحليل. التحليل والله ما في التحليل. هذا في التحليل كابتن. حدثني على الانديه التونسيه. محمد يا كابتن عليه الصلاه والسلام. كابتن يشرو دي جوا ب 3 مليون 4 مليون انت وشكون يشري لك؟ هذا في التحليل. يا ودي خليك من التحليل يا كابتن. انا مازلنا في التحليل انت. هذا في التحليل. انا جاوبني كابتن. شوف كابتن اش يفعلوا؟ اسمع انا عندك 4 مليون انت 4 مليون ديرو تشري لعاب 5 مليون 7 مليون هذه بركه. هذا يسوى 4 مليون هنا في البطوله. يجوري ترونجي كابتن يرفدوهم. انا البليس يا الناس راك تهبلني دوك انت. انا خزي شي طاني فيصل. ما كاش امكانيات فيصل. لي مويان تقدر تشري انت لعاب 7 مليون ديرو. تقدر تشري في الشامبيون 7 مليون ديرو فيصل. خويا كاين امكانيات. هل فيصل هل تمتلك الغلاف المالي الذي يضخ على هذه البطوله؟ سي با لا ميم شوز. سي با لا سي با ما كاين. نهضر على نادي القرن هنا. شنو ما كاش؟ ما كاش لا ما تقدرش كابتن. انت تحدث على لاعب. خليني نقول لك حاجه. خليني نقول لك حاجه فيصل. انت تحدثت على اللاعب. تتحدث كي قلت لي زال النادي الاهلي. جاوبتك على النادي صح معليش. النادي الاهلي عندهم لاعبين يضخوا فيهم 3 ملايين اورو. سي با بلوس. احنا عندنا فرق تضخ على دقيقه لمدرب لم يعمر الدقيقه ب 7 ملاير.